جمعت من جهز غازيا فقد غزا. 6/4/2012 قيام كتائب الأسد من مداهمة مدينة موريك والهجوم على المظاهرة. هذه احد دبابات الأسد. جمعت من جهز غازيا فقد غزا. 6/4/2012 قيام كتائب الأسد بمداهمة مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، حيث قاموا بالهجوم على المظاهرة وتفريقها وإطلاق الرصاص. مدينة مورك في ريف حماة الشمالي.